ينضم إلينا عبر سكايب من كييف دكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب البتريوت الأوكرانية. يعني بعد التحية، ما هو تأثير هذا القرار، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء صندوق حكومي وهذا لدعم المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا على الوضع الميداني وأيضا السياسي؟ طبعا الامور التي تسير في روسيا لا تخصنا كثيرا كاوكران، ولكن من وجهه نظري الشخصيه انا القرار هذا لبوتين من اجل ان يرفع الروح القتاليه للجنود، لان الجنود يشاركون في الحرب ولا يعلمون لماذا هم يحاربون في اوكرانيا، لا يوجد عندهم روح قتاليه، يوجد عندهم خساره، ولا يوجد عندهم اي امكانيات للتقدم والاستمرار في هذه المعركه، وبالتالي بوتين يريد أن يحفظ ماء وجهه من أجل الحفاظ على الجنود والروح القتالية لهم، ويريد أن يساعدهم، ممكن من هذا المنطلق لا أكثر من ذلك. نعم، أيضا يعني كيف يمكن تفسير تسليح القوات المحمولة جوا وهي توس 1A الروسية بأنظمة قاذفة اللهب واستخدامها في العملية العسكرية بأوكرانيا؟ طبعا بالنسبة لروسيا، يعني روسيا تستعمل كل مخزونها العسكري هناك والأسلحة المتطورة والغير متطورة. في الفترة الأخيرة نحن نشهد أن الاستعمال للأسلحة القديمة موجودة في أرض المعركة وهي لا تصلح، وبالتالي هو يحاول أن يستعمل أسلحة نوعية مثل الأسلحة النوعية والقنابل هذه الذكية اللي استعملها في الحرب، وهو أيضا يستعملها، يعني يستعمل الفسفور غير ذلك، ويستعمل الصواريخ الباليستية والصواريخ الأعلى من سرعة فوق الصوت وفوق صوتية، وبالتالي هو يستعمل كل شيء غير النووي على أرض أوكرانيا، وبالتالي هم في حالة هجوم على أوكرانيا. ولكن في فشل ذريع عند الروس، بداية شهر أبريل 4 الجاري كان المفروض أنهم يطلعوا على الحدود الإدارية لمنطقة دانييسك والدنباس، ولكن لم يتقدموا غير 6 كيلومترات، وخسروا أكثر من 40,000 جندي خلال شهر مارس 3 الشهر السابق. يعني ما تأثير الهجمات الإرهابية في روسيا على الموقف الداخلي والدولي تجاه الحرب في أوكرانيا؟ أختي الكريمة، بالنسبة للانفجارات التي تصير في روسيا وبالذات في مدينة محصنة كمدينة بطرسبورغ، تم اغتيال صحفي هناك، هذا بالنسبة لروسيا شيء طبيعي جدا، قتل الأصوات التي ترفع، هم يقولون أنه كان مع الحكومة، ولكن نحن نعلم جيدا أنه تم تصفيته من قبل الاستخبارات الروسية، لأن روسيا لا تريد المعارضين، لا تريد الكلام الحر هناك، وبالتالي هم أخذوها كذريعة، هم تخلصوا من شخص غير مرغوب فيه هناك، وهم يقولون أن هذه ممكن من أعمال الأوكران، ولكن تأكد تماما هذه تصفيات داخلية مشاكل روسية، ولم نستغرب في المستقبل أن رئيس شركة فاغنر يتم تصفيته قريبا لأنه يتكلم كثيرا، وبالتالي المشاكل داخلية وهم يستغلونها للحرب ضد أوكرانيا، ولكن الكل يعلم أن هذه تصفية ما بين المعارضة. نعم، يعني ما هي توقعاتك لنتائج زيارة نائب المستشار الألماني روبرت هايتك إلى أوكرانيا ومناقشة ملفات الإعمار والطاقة؟ ألمانيا في الفترة الأخيرة ترفع من سقف مساعداتها إلى أوكرانيا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية العسكرية أيضا، كانت المفروض من المساعدات الألمانية هي 2 مليار يورو، ولكن تم رفعها إلى 15 مليار يورو، منها مساعدات عسكرية ومنها للإصلاح اقتصاديا، وبالتالي هذه ضمن المساعدات المستمرة لصمود أوكرانيا في مواجهة العداء ضد روسيا، وبعتقد أنه في عدة بلدات ومدن في أوكرانيا يتم إصلاح البنايات التي تم تفجيرها أو تدميرها من قبل الجيش الروسي، وتم إعادة ترميم البنية التحتية والشوارع وما غير ذلك والمستشفيات، وبالتالي هذه كلها ضمن المساعدات التي ألمانيا تقدمها لأوكرانيا، وأنا بعتقد أنه يعني مش راح تبقى الزيارة الأخيرة، ولكن سوف يكون زيارات من دول أخرى في أوروبا لمساعدة إعمار أوكرانيا في الوقت الحالي.
أيضا يعني ما هي أهمية زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى بولندا، وما هي توقعات بشأن الدعم الاقتصادي والسياسي الذي يقدمه الجانب البولندي لأوكرانيا؟ صراحة أختي الكريمة، بولندا من بداية الحرب وهي قلبا وقالبا مع الشعب الأوكراني وتساعده اقتصاديا وإنسانيا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا أيضا. تم اتخاذ قرار أنه يتم عمل حدود مشتركة ما بين أوكرانيا وبولندا، ما بين أوكرانيا وبولندا، وسوف ينتشر هذا إلى الدول الأخرى الذين هم حول أوكرانيا. ولكن تداعيات هذه الزيارة في 5-4 أبريل الشهر هذا لزيلينسكي هي معنوية للشعب الأوكراني وأيضا للشعب البولندي، أنه في تعاون وفي أخوة وفي دعم كبير بالفعل من قبل البولنديين. ونحن نأمل يعني من هذه الزيارة أن نستلم أسلحة أكثر من ذلك، لأنه بالفعل بولندا تم تسليم لأوكرانيا الدبابات، وأيضا تم تسليم الطائرات والمدرعات والمدفعيات والراجمات، وبالتالي هذه الزيارة أيضا تستمر من خلال المساعدات اللانهائية من قبل بولندا للشعب الأوكراني.